ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج السرطان ليوم الاثنين 22 نوفمبر تشرين الثاني 2021. يوم تزداد به عليك الاعمال يا عزيزي السرطان، مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة، فليس هناك ضرورة للقلق. استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقيق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق. عاطفيا المرتبط، ما رأيك اليوم بهدية لشريكك أو محادثة مميزة بكلام رومانسي؟ حاول جاهدا ودائما أن لا يتسلل الملل لعلاقتكما. الأعزب، الكاريزما التي تمتلكها هي مفتاحك الحقيقي لقلب الشريك، فقد يعني لك الكثير ابتداء من هذا اليوم. لا تتكاسل بعض التمارين الخفيفة في المنزل عند استيقاظك صباحا، ستعطيك حيوية قوية بشكل كبير جدا اليوم. وعليك أن تتأكد من تناول الكثير من الفواكه الغنية بفيتامين سي لتقوية مناعتك بشكل عام. توقعات برج السرطان للرجل، إذا أردت أن تجعل يومك سريعا وخفيفا، فإنك تحتاج إلى أن تكون روحك خفيفة وأن يكون المرح رفيقك. ابدأ يومك ببعض المرح واستمع إلى الموسيقى الجميلة التي تحبها، ولكن لا تنسى أن هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج أن تقوم بها لتضمن أنك لن تضيع أي وقت. توقعات برج السرطان للمرأة، تملكين الكثير من وقت الفراغ اليوم، لذلك حاولي الاستفادة منه على قدر المستطاع. ضعي جدولا لتنفيذ كل خططك المؤجلة، يمكنك قراءة كتبك المؤجلة ومشاهدة أفلام الفترة الماضية وقضاء وقتك مع بعض الأصدقاء. ورتبي حياتك لكي تخدم الهدف الذي تسعين إليه في الحياة. ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الأبراج. توقعات برج السرطان ليوم الاثنين 22 نوفمبر تشرين الثاني 2021. لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا صارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أي حال لا تيأس، ولكن استغل الفرصة التي لا تزال معروضة. بدلا من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 يوليو ل 12 يوليو، سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف إذا كنت تواجه مشكلات في العمل، كذلك حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. فالمشكلات توضع أمامنا بحيث نتعلم منها. يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيا لتحسين مهاراتك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئا غير تقليدي. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.